طالب الرئيس التركي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابله مع قناه انتي في التركيه الخاصه الا يساوم بلاده على اي شيء في عمليه عفرين لانه لا يوجد شيء يمكن التحدث بشانه في هذا الخصوص وياتي حديث اردوغان بعد ان قررت فرنسا ارسال جنودها الى منطقه منبج التي لطالما يهدد اردوغان باحتلالها واعرب الرئيس التركي عن امله في عدم اتخاذ فرنسا مثل هذه الخطوه مهددا باريس اذا تعاونوا مع قوات سوريا الديمقراطيه انهم سيكونون هدفا للقوات التركيه واغضبت التحركات الفرنسيه في مدينه منبج تركيا التي تسعى احتلال المزيد من الاراضي السوريه بعد عفرين